السلام عليكم حبيباتي، اهلا وسهلا بكم في القناه تاعي داريما كوزين. ان شاء الله نلقاكم بخير بصحه جيده ان شاء الله. حبيبه قلبي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء، نولوا ان شاء الله بصحه جيده ان شاء الله، وربي يشفي المرضى تاعنا. هذه هي بسم الله. اليوم جبت لكم اشتطحه تاع اللحم. هذا اللحم باش نديروه، يعني هذا اللحم اللي حنطيب به دوكا، واسمو غارينات. غارينات يعني يجي اللحم تاعو رطب. وكاين تاني اللي يديرو اللحم تاع الرقبه، اللي مور الرقبه هذيك تاني يجي اللحم تاعها طري مع اشتطحه تجيكم صاي، يعني بنينه. بسم الله. واش عندي المقادير؟ عندي هنايا شويه لحم هكا بالشحمه تاعو، شويه رقيقه ماشي ثقيله، هاي اللي قطعتهم متوسطين ماشي كبار، ماشي هاملك هكذا على حسب افراد العائله تاعي. وانا درت البقريه ماشي الغلمي. واش عندي هنايا؟ عندي 4 مغارف تاع الماكله تاع الزيت المائده، عندي الملح، عندي راس تاع الثوم متوسط، عندي نص مغرفه تاع قهوه فلفل اسود، عندي نص مغرفه تاع قهوه تاع الكبابه مرحيه، عندي مغرفه تاع قهوه تاع البابريكا فلفل عكري، وعندي نص مغرفه شويه ناقصه تاع فلفل دريس الاحمر هذاك اللي وريت لكم انا نرحيه. سمن القهوه جد باسكو نطيبو به بزاف، ما نخليهمش هكاك في الفلات، كونطون زونطون ندير هكاك. وعندي مغرفه تاع قهوه تاع طماطم المصبره ولا طماطم العلب، وعندي هنا بصله صغيره ماشي كبيره، قطعتها هكا مربعات صغار، راكم تشوفوا المربعات تاعهم هايليك. وعندي مغرفه تاع قهوه تاع السمن مرجان، وعندي مغرفه تاع العشاء تاع الخل، وزوج كيسان تاع الحميصه على حسب المقدار تاع هاد اللحم. شوفوا هايليك دوك واش حندير. هنا عندي اللحم تاعي، واش حندير؟ هنزيد نفرغلو هذاك الزيت، يعني نتبلوه باش يجيكم هكذا. هاي كي نتبلو هاد اللحوم كي يكونوا في الشطاطح ولا يجيكم يعني بنين، باش تدخلوا كاع دوك التوابل وتوسا. عندي هذاك راس تاع الثوم كومبلي، انا درتو يعني ماشي كبير ماشي صغير. وعندي هذوك التوابل نزيدهم مع هذاك الحار تاع الدريس اللي مرحي هايليك، مع الطماطم تاني، هادو كاع نخلطهم حار، ونزيد ندير الملح. وشنو حبيبه قلبي ما تكثروش، وعلى كي تكثروا حيجيكم مالحه، باسكو الشطحة فيها غير شويه تاع لاصوص. ودوكا حنعجن بيدي، هذه هي البنات تاعو، يعني البنات تاع هاد الشطحة لازم له هكذا باش يجي متبل كيما نديرو لا مارينا تاع لي سكالوبي توسا. هادي نديروها في الشطحة، هادي كنتبل كاع ونغطيه، يا لو كان نخليه ساعة ونولي لعندكم. وهنا بعد ما جات لي ساعة واش حندير؟ حنا تبلناه كاع خلاص، دوك نديرو دكوتي، دوك نجيب لا كوكوت تاعي وندير مغرفة تاع قهوة هاديك تاع السمن، ما نكثروش بزاف كي يكون اللحم فيه بزاف شحمة، يعني على حسب هاد المقدار ديرو غير على الراس هكا، ولا ما تاع هاد السمن ديرو غير هكا منه، ما تكثروش كي يكون فيه الشحم، هذا ما فيهش بزاف راكم تشوفوا بعينيكم. ونزيد هذاك البصل ونقليه، ندوزو لا كويزينيير تاعنا ونقليه. هنا بعد ما تبلتو غير شويه، يعني دبلنا غير شويه ماشي تقلى، يعني هذه فهمانكم مليح مليح. دوك واش حنزيد؟ حنزيد اللحم تاعي اللي كنت تبلتو بالتوابل مع الكبابه هاهي، وهذا نخليه بعد نزيد له الماء، نضرب له هكا قريه خطره ولا زوج. فوالا بعد ما قليناه واش حنزيد؟ حنشلل هذاك لو بول لي مارينيت فيه اللحم تاعي بالماء سخون توجور، راكو تعودتو عليا انا كي نطيب توجور ندير الماء سخون هكذا. نزيد المرق، هايليك واش حنزيد دركا باش ما تجيليش لا
لاصوص تاعي كحله بالبقري. هنزيد هذيك مغرفه تاع العشاء تاع الخل، ما تجيناش كحله هذيك لاصوص. هاكو شفتوا معايا خطا درت المتوم تاع البقري، ما تجيناش هذيك الحمراء اللي رايحه الكحوليه، يجي مام في المنظر تاني. يزيد الاكلات هادو ونزيد دوك، ندوق شويه في الملح نشوف. نزيد شويه هكذا، نزيدو خير ومن بعد نخاف باسكو شتي طحات واعرين. هايليك دوك غير تجيب الغليه، ما نزيدش الزيت غير شويه الملح، يعني نورمالمون نكتفي هكا. ولا شتو من بعد خصني نقدر نزيد. دوك غير تجيب لي الغليه، نغلق على لا كوكوت تاعي والحميصه تاعي، انا توجور نطيبها ونخبيها في كونجيلاتور، ندير لها القرفه وندير لها الملح وشويه السمن ونديرها شيا فلفل كحل. هاي ليك يعني وجده انا نخبيها توجور هكا منكها فورميدابل، ونخليها دكوتي. دوكا هاي ليك جابت لي الغليه ونغلق لا كوكوت تاعي. هاوليك حبيبه قلبي، بعد 45 دقيقه طاب لي اللحم هذاك، يعني ما شاء الله زبده. هاوليك دوك نوريه لكم، ها كنت تشوفوا، ها كي ندير غير هكا ساهل في الوسمو. دوك نزيد الحميصه تاعي، انا درت زوج كيسان لي موالفا نعبر به، يعني دوك نوريه لكم على حسب المقدور تاع هذا اللحم. واش لي درت هنايا، درت هكذا زوج كيسان بومبي، يعني قيس هذا البول نورمالمون عندكم كاع في الدار كيما هذا. هكذا دوك يجيب لي الغليه، نحسب له 3 دقائق ونطفي عليه، ونتلاقاو حبيبه قلبي في طبق التقديم ان شاء الله. هاي ليك حبيباتي، شتي الطحات تاعي تاع اللحم، يعني الله الله بيد ما على قنيها وحاره وبنينه. واش نقولكم، ودرناها كارينات، يعني هاد اللحم يجيكم ساهل في الطياب. انا شد لي 45 دقيقه، وزدت زينته بشويه تاع المعدنوس، ولاصوص تاعها تجي ماشي خاطره وماشي خفيفه، تجي ما بين هاك وهاك. وزدت رافقتها، انا ولادي ما ياكلوش غير هكا، زدت رافقتها شويه لابوري، وعمرت شويه من هذيك لاصوص، زدت لها من الفوق، زدت لها يعني زينتها هكا بلا فوقشات، باش يعني تعطي الشهيه مع شتتها تاع اللحم. حبيبه قلبي واش نقولكم، مع هاد الوباء ربي ان شاء الله يرفع علينا هاد الوباء، واللي ماتوا الله يرحمهم ان شاء الله راهم في الجنه، واللي مرض ربي يشفيهم. انا دائما ندعو كل دقيقه على حساب واش رانا نريسبيري ورانا ندعيو، دائما نقولوا خاطرش ماشي سهله هذا المرض يا ربي العزيز. وهاي ليك حبيبه قلبي كيفاش جاني اللحم تاعي طيب زبده، واش نقولكم شوفوا. هاي ليك ساهل وماهل، يعني تاع البقري بصح طاب لي ما شاء الله. هاولي هكذا حبيبه قلبي، ولعجبكم الفيديو دعموني بالدعم تاعكم الاحلى المشتركات، وبارطاجيو لي بلا ما تنساو تفعلوا زر الجرس باش هكا يبقى وصلكم لفيديو جدد ان شاء الله. وربي يرفع علينا هذا الوباء، وربي يرفع علينا هذا الوباء، وربي يرفع علينا هذا الوباء، امين يا رب العالمين. سلام في فيديو واحد اخر ان شاء الله.